بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الرسالة حنتكلم عن التحويل من الاي بي الاصدار الرابع الى الاي بي الاصدار السادس والربط بينهما. شبكات حول العالم قبل اصدار الاي بي فيرجن 6 كانت تعمل بالاي بي الاصدار الرابع، وبعد سطور الاصدار السادس عملية التحويل الى الاصدار الجديد بالطبع لن تتم في يوم وليلة، وإنما سوف تتم بالتدرج، وهذا التدرج يأخذ سنوات. هذه النقطة لم تغب عن من قاموا بتطوير تي سي بي اي بي الاصدار السادس، حيث قاموا بعمل ثلاثة تقنيات تسمح للشبكات التي تعمل بالاي بي الاصدار السادس ان طبعا بعناوين الاي بي الاصدار السادس بان تتصل وتعمل مع الشبكات التي تعمل بالاي بي الاصدار الرابع. وهذه التقنيات هي كالتالي: عندنا تقنية الدوال ستاك، والدوال ستاك ويطلق عليه ايضا دوال اي بي فيرجن 6 و اي بي فيرجن 4 ستاك، وهو يعني جعل الشبكة تعمل بالاثنين اي بي ادرس، بالاي بي ادرس الاصدار الرابع وبالاي بي ادرس الاصدار السادس، وذلك بجعل الانترفيس الواحد يملك اثنين اي بي ادرس، واحد بالاصدار الرابع وواحد بالاصدار السادس، وذلك يعني جعل الشبكة وكل هوست في الشبكة سوف يمتلك مالتيبل اي بي ادرس، يعني اثنين اي بي ادرس من كل اصدار، مع العلم ان الترافيك سوف لن يتغير فيما بين السورس والديستنيشن، طبعا لان كل واحد راح يعرف الاتجاه اللي راح يسلكه، فاللي راح تعمل بالاصدار الرابع راح يتم الارسال واستقبال البيانات بالاصدار الرابع، واللي راح يعمل بالاصدار السادس راح يعمل بالاصدار السادس. طبعا العملية هذه زي ما قلنا راح تحتاج ان كل كرت شبكة عندنا في الشبكة راح نبرمجه على اثنين اي بي ادرس، الاصدار السادس والاصدار الرابع. طيب عندنا الطريقة الثانية واللي هي النات بروتوكول ترانزليشن، وهنا لازم نفرق طبعا بين النات اللي احنا عارفينها تبع الاصدار الرابع، وهنا لما نقول كلمة نات بروتوكول ترانزليشن ويتم اختصارها بنات بي تي، هي سميت بذلك لان فكرتها قريبة من النات، حيث يوجد لدينا مثلا اجهزة في الشبكة الواحدة تملك اجهزة تعمل بالاي بي الاصدار السادس واجهزة اخرى تعمل بالاي بي الاصدار الرابع، ويقوم الراوتر هنا بدور المترجم فيما بين هذه الاجهزة المختلفة في اصدار التي سي بي اي بي، حيث يقوم بتحويل الاي بي الاصدار الرابع باكيتس الى الاي بي الاصدار السادس باكيتس والعكس. سمي بالنات بي تي لان طريقة عمله تشبه الى حد كبير النات اي بي ادرس، حيث ما كان يقوم به النات في التي سي بي اي بي الاصدار الرابع هو التحويل من البرايفت اي بي ادرس الى البابليك اي بي ادرس لكي تتمكن الباكيتس من المرور من في داخل الشبكة المحلية الى الانترنت، ويحولها من بابليك اي بي ادرس الى برايفت اي بي ادرس لتدخل من الانترنت الى الشبكة المحلية، والذي يقوم بذلك هو الراوتر. من هنا تم تسمية هذه التقنية بالنات بي تي، حيث يقوم كما ذكرنا بتغليف الباكيتس من الاي بي الاصدار السادس الى الاي بي الاصدار الرابع والعكس، ومن يقوم بذلك هو الراوتر في داخل الشبكة المفعل عليه البروتوكول النات بي تي. الطريقة الثالثة اللي هي الاي بي 6 اوفر اي بي 4، ويطلق عليها 6 تو 4 تانلز، و نستخدم هذه التقنية عندما يكون لدينا شبكتين بتعملان بـ IP version 6 وتربط فيما بينهما شبكة تعمل بـ IP version 4، زي ما احنا شايفين عندنا هنا مثلا ثلاث شبكات، راوتر واحد واثنين وثلاثة، وكلهم بيعملوا بايش؟ بالاصدار السادس، تمام؟ ولكن يعوقهم او في المنتصف عشان يستطيعوا يتصلوا مع بعضهم البعض لابد ان يتصلوا بشبكة تعمل بالاي بي الاصدار الرابع، عندها راح يكون الحل هو استخدام 6 to 4 tunnels،
بحيث ان الاي بي الاي بي الاصدار السادس باكيتس عندما تصل الى مثلا الراوتر واحد فيجب ان تمر من على شبكه الاي بي الاصدار الرابع. عندها يجب ان يقوم الراوتر واحد بتغليف هذه الاي بي فيرجن 6 باكيتس باي بي فيرجن 4 باكيتس، ومن ثم تمر على الاي بي فيرجن 4 نتورك حتى تصل الى الراوتر 2 والذي يقوم بفك التغليف من الاي بي فيرجن 4 ويعيدها الى الاي بي فيرجن 6 لكي تمر من خلال الاي بي من خلال شبكه الاصدار السادس. يعني اللي هنا راح يحصل عمليه تغليف للباكيتس الموجوده في الاصدار السادس لكي تمر، طبعا راح يتم تغليفها الى باكيت من الاصدار الرابع فتمر في داخل شبكه الاصدار الرابع وتصل الى وجهتها، وبعد كده يقوم الراوتر بنزع التغليف ومن ثم استقبالها في داخل شبكة الإصدار السادس. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة، أتمنى تكون وصلتكم الرسالة. كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.